أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. ثم قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قوله: واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هنا المراد به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقد شبههما تشبيها بليغا، شبه كتاب الله عز وجل وسنته بالحبل الذي يتمسك به الإنسان للنجاة. لو أن إنسانا قد ألقي في حفرة عميقة فلا سبيل له أن يخرج منها إلا بحبل قد تدلع له، أو ألقي في بحر لجي ولا سبيل له النجاة إلا بهذا الحبل الذي ألقي إليه. كيف يكون تمسكه بهذا الحبل؟ كيف يكون استمساكه به؟ أليس يكون استمساكا شديدا؟ ولذلك جاء في الحديث: عضوا عليه بالنواجذ، يستمسك به غاية الاستمساك. ولهذا قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله. وهذا من التشبيه البليغ، تشبيه اتباع ما ورد في الكتاب والسنة بالحبل الذي يستمسك به الغريق أو الملقى في حفرة عميقة لا سبيل للنجاة منها إلا بهذا الحبل. قال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله والاستمساك به أمنة من التفرق. ثم قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وهذه الآيات كما ذكرنا تنزل بعد الحادثة التي وقعت بين الأوس والخزرج، فيذكرهم الله عز وجل بسابق نعمته عليهم بعد أن كانوا أعداء، ثارت بينهم الحروب والثارات التي استمرت فترة طويلة، ثم هداهم الله بهذا الدين وجعلهم كما قال عز وجل: فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني إخوانا متحابين. وكنتم على شفا حفرة، الشفا في اللغة طرف الشيء، الشفا طرف الشيء، ومنه شفا البئر، يعني طرف البئر. وقوله عز وجل: شفا حفرة من النار، يعني على شفا جهنم، لأن من كان على لأن الحالة التي كانوا عليها كانت حالة كفر وبعد عن الله عز وجل، وكانت حالة تفرق وتشرذم، وهذه حال تقود في النهاية إلى النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنقذكم الله عز وجل منها بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبما أنزل إليه من القرآن. كذلك يعني كهذا البيان الذي بيّنه لكم من إنزال الكتاب والسنة والأمر بالاعتصام، كهذا البيان يبين الله لكم آياته عموما لعلكم تهتدون إلى طريق الرشاد وتسلكون سبيل الاستقامة. وهذه الآية فيها دلالة على أن تقوى الله عز وجل من أعظم أسباب
من أعظم أسباب الهداية، على أن تقوى الله عز وجل من أعظم أسباب الهداية، وعلى أن الاستمساك بالكتاب والسنة من أعظم أسباب العصمة من الفرقة، لأن الناس يختلفون ويفترقون بأسباب تدور حول الأهواء، لاختلاف الأهواء واختلاف المطامع والمكاسب يقع بين الناس الافتراق والاختلاف، ولا عاصم لهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، فبها تزول الأهواء وبها تنقطع الأطمع، فتنقطع الأسباب التي توقع الناس في الاختلاف. ولذلك الاعتصام بالكتاب والسنة من أعظم أسباب العصمة من الاختلاف. ثم قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يكون منهم أمة، والأمة في اللغة الجماعة أو الطائفة. قوله منكم قد اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال إنها بيانية، إن من هذه من البيانية، ومنهم من قال إنها التبعيضية، يعني ليكن من بعضكم، فقالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على بعض المؤمنين. نعم، هو يجب على الأمة بمجموعها، لكن من باب الوجوب الكفائي، إذا قام به بعضها سقط عن بعضها الآخر. ولكن إذا تأملنا سياق الآيات الكريمة وجدنا أن الآيات الكريمة تشير إلى فضائل هذه الأمة وإلى ما اختصها الله بها عن سائر الأمم، وهذا يتناسب مع الإشارة إلى فضل هذه الأمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، دون أن يكون القصد إلى بيان حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى أن من هذه بيانية، يعني لتكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وهذه هي الميزة التي ميزت هذه الأمة، أن تكون أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. وهل يوجد مؤمن لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر؟ الحقيقة لا يوجد مؤمن لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. إذا أخذنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه العام، فكل من امتثل أمر الله عز وجل هو آمر بالمعروف ناهي عن منكر، ولا يخلو الإنسان في بيته أو في عمله وفي أي حال من الأحوال، في حال دون حال، أن يكون آمرا بالمعروف أو ناهي عن منكر. فإذا صح هذا الكلام كانت الآية وصفا للمؤمنين جميعا، ويؤكدها الآية التي ستأتي بعدها قريبا، وهي قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذن قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد أن بين لهم وأبان لهم فضله عليهم بأن جمعهم بعد فرقة وآلف بين قلوبهم بعد النزاع. بعد ذلك أمرهم الله عز وجل هذه المؤمنين أن يؤدوا شكر نعم الله عليهم بأن يكونون دعاة إلى الخير، آمرين بالمعروف نهينا عن المنكر، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وقال هنا عز وجل إلى الخير ليشمل كل خير، ليدخل فيه كل خير أمر به الشرع أو دل عليه العقل. وهذا باب واسع وبحر لا ساحل له، كل خير، كل بر، كل معروف يدخل ضمن هذا، ضمن ما تدل عليه الآية الكريمة. وتذكير الله عز وجل وأمر الله عز وجل للمؤمنين بالدعوة إلى الخير بعد
بيان فضله عليهم يصدق عليه أن يقال إن الواجب على الإنسان يعظم بعظم قدر النعمة عليه، كلما عظمت نعمة الله عليك عظم الواجب وحقه عليك، كلما تعظم نعمة الله عليك يعظم حقه عليك. ولذلك عظم الحق الذي الواجب الذي علينا لأن النعمة التي نحن فيها نعمة عظيمة عظيمة من الله عز وجل. ثم قال عز وجل بعد ذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يعني لا تكونوا مثل الذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا بعدما جاءتهم البينات الواضحة. هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب فتنازعوا وكانوا شيعا وأحزابا كثيرة وبينهم من العداء والاختلاف ما الله به عليم، وتفرقوا بعد هدى، تفرقوا بعد اجتماع وضلوا بعد هدى، فنهى الله عز وجل أن يشابهوا أهل الكتاب في ذلك. ثم قال ولهم وأولئك لهم عذاب عظيم بسبب اختلافهم وتفرقهم بعد أن علموا الهدى وبان لهم الحق. ثم قال عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني لهم عذاب عظيم متى؟ في اليوم الذي تبيض فيه الوجوه وتسود فيه الوجوه. يقول عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قول عز وجل يوم تبيض وجوه، البياض هنا وصف حقيقي وليس تشبيها على سبيل المجاز كما قال به بعض المفسرين، بل هو وصف حقيقي حيث تبيض وجوه المؤمنين، وقد جاءت الآيات الأخرى دالة على معنى هذه الآية في معنى اسفرار الوجه وفرحه وبشره، وهذه كلها تدور حول معنى بياض الوجه وسروره. هذا البياض يكون بسبب ما يرونه من فضل الله عليهم في ذلك اليوم، حيث تثقل موازين حسناتهم ويلقون كتابهم باليمين ويساقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فهذا سبب بياض وجوههم. والسواد أيضا حقيقي بسبب الكفر الذي هم عليه وأنهم يلقون كتابهم بشمالهم. ثم قال عز وجل في الآية أكفرتم بعد إيمانك فأما الذين اسودت وجوههم، يعني فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قول عز وجل أكفرتم بعد إيمانكم، هذه الآية وقع فيها خلاف بين المفسرين، لأن الله قال أكفرتم بعد إيمانكم، فمعناه أن هناك إيمان سابق لهم ثم وقع منهم الكفر، ولذلك قال بعض المفسرين إن هذه الآية خاصة بكفرة أهل الكتاب الذين علموا الحق وكفروا بعده، أما من عداهم فليسوا داخلين ضمن دلالة الآية، لأن هؤلاء لم يؤمنوا ثم يكفروا. هذا قول ذهب إليه بعض المفسرين، وقد ذهب أكثر المفسرين أو كثير من المفسرين إلى أن الآية عامة في الناس جميعا، والسبب أن الآية هنا قسمت الناس إلى فريقين، قال فريق قد ابيضت وجوههم وفريق قد اسودت وجوههم، لا يوجد فريق ثالث، فلو قصرناها على أهل الكتاب فمن عداهم من الكفار من أهل النار أين يكون تقسيمهم؟ وهذا المعنى أشار إليه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، قال ليس في يوم القيامة إلا الصنفان،
الفريق الذي بيضت وجوههم من أهل الجنة والذين اسودت وجوههم من أهل النار، فلا يوجد إلا هذان الصنفان. إذن ما الجواب على الإشكال الذي أورده أصحاب القول الأول أن قول أكفرتم بعد إيمانكم يقتضي إيمانا سابقا قد لحقه بعد ذلك الكفر؟ قالوا في الجواب على ذلك إن الإيمان هنا العهد الذي أخذه الله عز وجل في أصلاب أخذه على بني آدم في أول خلقه لآدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يسمى هذا عهد الفطرة أو ميثاق الفطرة. فهذا هو المقصود به، هذا هو المقصود بالإيمان. ونحن نعلم مع ذلك أن الله عز وجل لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة، فإذا أرسل الله الرسل أكدوا الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم. فإذا كفروا هنا كفروا بعد أي شيء؟ كفروا بعد إيمان. فصحت أن الآية في كل الكفار من أهل النار، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله، جاءت الرحمة هنا منكرة للتعظيم، والتنكير قد يدل على أحد أمرين، على التعظيم أو على التقليل والتحقير، ويفرق بينهما بحسب السياق، بحسب السياق الذي ترد فيه الآية. فهنا مقام تعظيم، فيقال إن التنكير هنا للتعظيم والتفخيم. ففي رحمة الله يعني في رحمة عظيمة، ففي رحمة الله. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. والإضافة هنا مع أنها تقتضي تعريف هذه الرحمة، إلا أنها تدل على أيضا على عظمة هذه الرحمة، لأنها ليست رحمة، والشيء يعظم بحسب ما يضاف إليه. فالرحمة مثلا الأم تختلف عن رحمة الأب، وتختلف عن رحمة الأخ، وتختلف عن رحمة الزوج وعن رحمة الصديق. وأعظم من ذلك وفوقه كله رحمة الله عز وجل. فالشيء يعظم بحسب ما يضاف إليه. ثم قال عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. هذه الآيات التي بينها عز وجل وأخبرها وقصها لنبيه، يتلوها الله عز وجل على نبيه، يعني تقرأ على نبيه متلبسة بالحق. نتلوها عليك بالحق، هذه الباء باء الملابسة، يعني تقرأ عليك وتتلى والحق يلابسها. وما الله يريد ظلما للعالمين. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يعني ولله ملك ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، وإلى الله ترجع الأمور، لأنه هو المالك المدبر، فإليه ترجع أمور الخلق جميعا، وإليه تصير أمورهم. وإذا صارت إليه أمورهم ورجعت إليه فيجازيهم عز وجل على أعمالهم بخيرها وشرها. ثم قال عز وجل بعد ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قوله كنتم خير أمة، قيل إن هذه الآية تأكيد لما سبق من قوله ولتكن منكم أمة، فهي جاءت لتأكيد ما سبق من خيرية هذه الأمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. وقيل إن معنى الآية هنا معنى الأمر،
كنتم خير أمة، يعني هذا خبر يتضمن الأمر، هذا خبر يتضمن الأمر. وقيل إن المعنى كنتم في علم الله خير أمة أخرجت للناس. وعلى هذا القول أو القول السابق فإن مضمون الآية أن هذه الأمة ميزها الله عز وجل بأنها أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. ونلحظ هنا تقديم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر، وهذا هو الأصل، قدم الأمر بالمعروف لأنه هو الأصل أن يؤمر الناس بالخير، ثم بعد ذلك يأتي نهيهم عن المنكر. ولذلك الداعي الله عز وجل يبدأ بالناس بأمرهم بالخير، يبدأ بهم يأمرهم بالخير. ثم قال عز وجل ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أخبر عز وجل أن من أهل الكتاب، أن أهل الكتاب لو آمنوا بهذا الدين وهذه الشريعة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، لأنهم بذلك ينالون فضل اتباع شريعة موسى وفضل اتباع شريعة النبي. ولهذا مؤمنة أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين، يوفون أجرهم مرتين، أجر اتباعهم لموسى عليه السلام وأجر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذين آمنوا منهم قليل. ولهذا قال عز وجل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وأصل الفسق مجاوزة الحد. وهذا التصوير يعني ما قال وأكثرهم كافرون، مع أنه مفهوم الفسق هنا بمعناها الكفر، هذا مفهوم، لكن إثار لفظ الفسق على لفظ الكفر، لأن كفرهم مضمن معنى الفسق، يعني كفروا وهم فاسقون في كفرهم، يعني جمعوا مع الكفر الفسق ومجاوزة الحد. لما؟ لأنهم كانوا أهل كتاب وأهل هداية ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فكفرهم هنا أيضا فيه معنى الفسق ومجاوزة الحد. ثم قال عز وجل لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يقول عز وجل إن أهل الكتاب مهما تكن عداوتهم لكم أيها المؤمنون فإنهم لا يضرونكم إلا أذى. الأذى المقصود به هنا الأذى الذي ينال الإنسان في نفسه، تتألم به نفسه، مثل طعنهم في الدين، مثل سبهم، ومثل وقيعتهم، ومثل استهزائهم، هذا الأذى الذي ينال المؤمنين منهم، لا يتجاوزونه إلى أكبر ولا إلى أكثر منه. وطبعا هذا الخبر من الله عز وجل مربوط بأن يكون المؤمنين على ما أمر الله عز وجل به حقا، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم، يعني إن يحصل بينكم وبينهم قتال يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إذن هم لن يضروكم إلا أذى ينالنا بسبب سبهم وبسبب استهزائهم، وإن يحصل بيننا وبينهم قتال ولقاء فإن دأبهم أن يولون الأدبار ثم قال عز وجل ثم لا ينصرون، ليبين لك أنهم إن ولوا الأدبار ليس قصدهم الانحراف إلى فئة أخرى، لأن قد يكون إنسان يولي دبره يقصد به متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ولكن قال عز وجل ثم لا ينصرون، يعني ثم لا يأتيهم النصر أبدا، ليدل على أن هذا التولي والإدبار تولي الهرب والهزيمة وليس التحرف أو التحيز من أجل القتال. وهذا النظم القرآني يدل على أن هذه عادة لهم وسجية لهم في لقائهم للمؤمنين،
مهما لقوا المؤمنين فإن هذه هي سجيتهم وهي طبيعتهم. وهذه الآية تتوجه خصوصا لليهود من أهل الكتاب، لأن سياق الآية كلها في اليهود من أهل الكتاب. ولذلك قال عز وجل بعد ذلك: ضربت عليهم الذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ضربت عليهم يعني جعلت عليهم الذلة. والضرب هنا معنى دقيق ليشير إلى أن المذلة والذلة قد علتهم وغطتهم كما تغطي الخيمة والقبة من بداخلها، فهي مضروبة عليهم تغطيهم كما تغطي القبة من بداخلها أو الخيمة من يوجد بها، فأصبحت الذلة أمراً ظاهراً عليهم. وهذا أمر لا زال باقياً في اليهود، فإنه لا زال على مر التاريخ لا زالوا أذلاء. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، يعني أصل الثقف الأخذ في الحرب، أصل الثقف الأخذ في الحرب. وقد جعل الله عز وجل هذه حالهم، جعل الله عز وجل حال أهل الكتاب هذا، أنهم أينما ثقفوا قال عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل، يعني أينما يثقفون فإنهم أذلاء، يعني يؤخذون فيذلون كما يؤخذ الأسير وكما يذل الأسير. هذا هو الأصل فيهم. وورد الاستثناء في قول عز وجل إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا بعهد وميثاق من الله أو عهد وميثاق من الناس. وهذا الحبل من الله، الميثاق من الله، له صور مثل الأمان الذي يعطونه من المؤمنين بعقد الأمان ونحوه، فإن هذا حبل من الله يعصمهم من الذل، أو حبل من الناس يعني بإعانة من الناس. قوله عز وجل وباءوا بغضب من الله، هذه انظر هذه الأمور التي حلت على اليهود: أولا أن الذلة ضربت عليهم أينما ثقفوا، ثم باءوا بغضب، باء يعني رجع، باء بالشيء بمعنى رجع، وكل إنسان يرجع بأمر، وهؤلاء من اليهود ما رجعوا إلا بشيء وهو غضب الله، يعني الذي حصلوه من حالهم كلها وما هم عليه هو غضب الله عليهم. ثم قال وضربت عليهم المسكنة، ضربت عليهم المسكنة يعني السكون الذي سببه المذلة، وهذا السكون الذي سببه المذلة سكون خاص سببه المذلة، تعتري الإنسان لمذلته. هناك مسكنة سببها الفقر، فالفقير له مسكنة سكون بسبب فقره، ولكن هذا السكون الذي على اليهود سكون سببه المذلة التي جعلها الله عليهم. لماذا هذا العذاب الذي نزل بهم وهذه الأمور التي حلت بهم؟ ذلك يعني هذا الأمر بأنهم بسبب ماذا؟ كانوا يكفرون بآيات الله، هذا هو السبب الأول. وانظروا للتعبير بقوله يكفرون، ما قال كفروا بل قال يكفرون، والتعبير بصيغة المضارع دلالة على أي شيء؟ على الاستمرار، يعني لا يزالون يكفرون، ما ينتهون عن كفرهم، لا يزال الكفر فيهم باقيا، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، يعني يتجرؤون على أبشع جريمة وهي قتل الأنبياء، ذلك
يعني هذا الذي حصل لهم بما عصوا الله عز وجل وكانوا يعتدون على حدوده وأوامره ونواهيه. قال عز وجل بعد ذلك بعد أن ذكر بعض أخلاقهم قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قوله ليسوا سواء يعني أهل الكتاب ليسوا متساوين، ليسوا درجة واحدة، وليست صفاتهم كلها على هذا النحو. وانظروا أن الله عز وجل هنا مع ما حصل من أهل الكتاب من الكفر والإعراض مع ذلك يفرق بين المحسن والمسيء، بين المؤمن والكافر، وهذا من مبدأ العدل والإنصاف في الحكم على الآخرين، ومن مبدأ العدل والإنصاف في الأقوال والأحكام. ليسوا سواء من أهل الكتاب، من هذه للتبعيض يعني من بعض أهل الكتاب، منهم من أمة يعني جماعة قائمة من القيام، والمعنى يعني أنها قائمة تقوم بما وجب عليها على الوجه التام الحق، تقوم به قياما تاما، قائمة يتلون آيات الله يعني يقرؤون آيات الله آناء الليل يعني يحيون ليلهم بقراءة الكتاب المنزل عليهم، وهم يسجدون يعني يتهجدون لله ويعبدونه. والصفة الأخرى لهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، يعني ليس فقط يعملون الخيرات وإنما يسارعون في عملها، وهذه هي صفة المؤمنين الحق أنه يسارع في فعل الخيرات. وأولئك يعني أولئك الموصوفون بهذه الصفات من الصالحين. هذه الأوصاف تنطبق على من آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، تنطبق على من آمن من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، ولهذا قال وما يفعل من خير يعني أي خير، وما يفعل من خير، ولذلك جاء بلفظ خير للتقليل، يعني وما يفعل من خير أي خير يكن فلن يكفروه يعني لن يجحدوه والله عليم بالمتقين. وهذا من كمال فضله عز وجل وعدله أنه لا يبخس عاملا عمله مهما كان عمله قليل، بل إنه يتقبله ويزيده ويضاعفه لعامله. ثم قال عز وجل بعد ذلك بعد أن ذكر حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى انتقل لمناسبة الحال بذكر شأن الكافرين، فبين بعضا من أحوال كفرة أهل الكتاب، جاء بعد ذلك ليبين بعضا من أحوال كفرة المشركين. فقال عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واستفتحت الآية بأداة التأكيد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم. ودائما الإنسان يتعزى بأمرين ويتقوى بأمرين، إما بماله وإما بولده، وهذه أقوى أسباب فخر الإنسان وتعززه، إما بماله أو بولده يتعزز بها. ولذلك أخبر عز وجل أن هذه الأسباب لن تغني عنهم شيئا من الله. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قوله أصحاب النار يعني المصاحبين لها، المصاحبة طول الملازمة، المصاحبة طول الملازمة، ولذلك قال هم فيها خالدون يعني ماكثون فيها مقيمون فيها إقامة لازمة لا يغادرونها. ثم قال عز وجل مثل ما ينفقون، جاءت هذه الآية لتبين المال الذي يتعززون به ويعتصمون به، يقول عنه عز وجل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يعني مثل ما ينفقونها في هؤلاء الكفار في الحياة الدنيا في وجوه البر والخير، ونحن نرى أن الكفار ينفقون في وجوه البر
والإحسان. مثله كمثل كمثل ريح. ربنا عز وجل يشبه نفقتهم وما يرجون من برها وذخرها عند الله، يشبهها بأي شيء؟ بمثل زرع عند قوم، هذا الزرع أصابته ريح فيها صر، الصر هو البرد الشديد، وهذه الريح كما يقول أهل الزرع أهل الخبرة يعرفون أن هذه الريح التي فيها الصر وهو البرد الشديد، وبعض المفسرين قال النار. فالصر يحتمل أن يكون البرد الشديد أو النار المحرقة، وإن قلت بهذا أو هذا فالمعنى المعنى واحد. نعم أكثر المفسرين قالوا أنها البرد الشديد، لكن هذا المعنى وهذا المعنى كله صحيح، بل قال صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها، قالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، فهو أشد ما تجدون من البرد وأشد ما تجدون من الحر. فالنار النار تحرق والبرودة الشديدة تحرق أيضا، إن هناك كي بالبرودة وهناك كي بالنار، فالمعنى في الآية واحد. وأهل الزرع يعلمون أن أشد ما يكون الضرر في الريح إذا كانت باردة فإنها تحرق الزرع وتقتله ولا تبقي منه شيئا، ولذلك هذه النفقة التي أنفقوها ويرجون ذخرها يوم القيامة لا يبقى منها شيء، مثل الريح التي تأتي على الزرع فتهلكه، فيها صر لا يبقى منه لا يبقى منه شيء. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، يعني هذا ذهاب عملهم ثوابهم ليس ظلما من الله، بل لأنهم ظلموا أنفسهم بشركهم وكفرهم وجحودهم. ولذلك الأعمال التي ظاهرها الصلاح يعني لا تغني عن الإنسان إذا ما أصاحبها الأصل الصحيح الذي تقبل به وهو الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. فالأعمال التي ظاهرها الصلاح لا بد أن يقارنها أيضا الإيمان بالله عز وجل حتى ترفع وتقبل وتقبل عند الله عز وجل. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يقول عز وجل مخاطبا المؤمنين يقول لا تتخذوا بطانة، يعني لا تجعلوا بطانة. أصل البطانة هو داخلة الثوب، داخلة الثوب يسمى بطانة، مما يلي الجسد يسمى بطانة، وظاهر الثوب يسمى ظهارة، يسمى ظهارة. والثوب إذا كان له وجهان ظاهر وباطن يسمى ما يلي الجسد بطانة، ويسمى أيضا دثار، مما يلي يسمى شعارا، وما والجهة والطرف الآخر يسمى ظهارا. وهذا المعنى معنى البطانة يطلق على خاصة الرجل، على خاصة الرجل يسمى بطانة الرجل، يعني خاصته الذين يلونه كما يلي باطن الثوب الجسد، فهم أخص الناس به. فالآية هنا تشير إلى معنى خاص، فينهى الله المؤمنين أن يتخذوا بطانة من دونهم، يعني من غيرهم، فينهاهم أن يتخذوا بطانة يعني قرابة خاصة يستأمنونهم ويفضون إليهم بأسرارهم وخواص أحوالهم. فنهى الله عز وجل المؤمنين عن ذلك، فقال لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم. لا يألونكم خبالا، يعني لا يألون، لا يقصرون
لا يقصرون فيما يوقعكم في الخبال وهو الفساد. ودوا ما عنتم، يعني يودون ما يوقعكم في العنت والمشقة. قد بدت البغضاء من أفواههم، قد ظهرت بغضاءهم من لحن ألسنتهم. نعم يتكلم كلاما حسنا معك، لكنك كما قال عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول. الهنات، الكلمات التي تصدر بين الفينة والأخرى تدلك على ما تضمره سرائرهم، ولذلك قالوا ما تخفي صدورهم أكبر، يعني هذا الذي يظهر من لحن أقوالهم ينم على أن ما في الصدور أعظم وأشد. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وهذه الأوصاف، أن أولا قال من دونكم يعني من غير المؤمنين، ثم قال بطانة، يعني ليس فقط أنك تتخذ عاملا عاما عندك، لا، وإنما عامل تفضي إليه بأمورك الخاصة أو بأمور المسلمين الخاصة التي لا يطلع عليها إلا بطانة الرجل، هذا وصف ثاني. ثم قال أنهم لا يقصرون في إفساد المؤمنين، والرابع وأنهم يودون ما يوقعنا في المشقة، والخامس أن البغضاء قد بدت من أفواههم. وتأملوا قوله عز وجل قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، لأن هذه الآيات أو هذه الأوصاف ما يستبينها الإنسان مباشرة، بل يحتاج إلى أي شيء، إلى فكر وتأمل ونظر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.